الحال مستشفى الصدر في النجف الأشرف. صوند مال مغذي ما عندهم يطون طونة، هاي مكانها المغذي جبناه من برا، هذا العلاج جبناه من برا، كل شيء ما عندهم. شوف حتى طبلة ما عندهم، طبلة ما عندهم مثل المستشفيات. هاي طونة ورقة سجلوا العلاج وسجلوا الاسم، قالوا لنا هي طبلة، ماكو طبلات، خلصنا طبلات. أما بالنسبة للنظافة شوف شوفت عينكم، كل نظافة ما خدمات ماكو. دكتورة حاكية قلت شوفوا إن المريضة تصيح والله تعبانة، والله ما لخلق، والله مو بس أنت، أكو واي غيرك مرضى وعلى هالمنوال. شوفت عينكم حاكية تقول لي احكي عادل دكتورة بالمستشفى مال الصدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام موضوع فضيحة جديدة تضرب هذه المؤسسة القضائية في العراق، تضرب كل أجهزة الدولة الحكومية، تضرب هذه الحكومة، وتؤكد أن هذا البلد يسير بشكل فوضوي، وأن من يحكمون العراق بنوا هذه الإمبراطوريات على الكذب والخداع والفساد والفوضى والميليشيات وغيرها والتزوير. طبعا في محافظة بابل هناك شاب عراقي اتهم بقتل وحرق زوجته ورميها في نهر الفرات، تم إلقاء القبض عليه وتم إخراجه إلى وسائل الإعلام عن طريق القنوات الحكومية، وتم عمل برنامج خاص للتحقيق معه بحضور قيادات أمنية، وجيء به بهذا الشاب العراقي الذي كما قلنا متهم بقتل زوجته وحرقها، وقام بالاعتراف بتمثيل الحادث وكيف جرى وكيف حدث. لكن اكتشفت الحقيقة عندما تم اكتشاف من خلال الأمن الوطني أن زوجة هذا الشاب على قيد الحياة، وقد هربت إلى محافظة عراقية أخرى بسبب مشاكل وخلافات بينهما. هذا الشاب العراقي تعرض إلى تعذيب وإجبار على اعتراف على تهم ليس له علاقة فيها، وتم التشهير به وتم إخراجه إلى وسائل الإعلام بهذه الطريقة. وحقيقة هذا الحادث يؤكد أن كثير من العراقيين الذين يقبعون في السجون والمعتقلات تم انتزاع الاعترافات منهم بهذه الطريقة، بالإكراه، بالإجبار، بالتعذيب، بالتخويف، وكثير من الأمور التي تحدث في معتقلات السلطة والميليشيات كذلك تؤكد أن من في السجون والمعتقلات هم أبرياء ولا صلة لهم بأي جريمة ارتكبت، كثير منهم طبعا، وما يحدث هو مجرد تزييف للحقائق من قبل حكومات الاحتلال. دعونا نشاهد المقطع مشاهدينا الكرام لهذا الشاب العراقي الذي خرج يعترف بجريمة لم يرتكبها بسبب الضغوطات والتعذيب والتخويف وغيرها من هذه الأساليب الحكومية القمعية في انتزاع الاعترافات من المتهمين. 93. شنو الجريمة المسلوبة لك بحرق زوجتك؟ وشنو حقائق الأمور؟ صرف إنها من الألف للياء حتى المشاهد يعرف. نعم استاذ. أول شيء احنا حاليا بالمسيب. نعم استاذ. موجودين، وهذا النهر شو ذكرك هذا النهر بيمن؟ هو أنا استاذ شمرت. أنت شمرت هنا؟ نعم استاذ. نعم. يلا هسه احكي لنا. استاذ أخذتها من البيت للزيارة. مو هي المنطقة؟ سدة الهندية برقة. نعم. سدة الهندية مو؟ نعم استاذ. نعم. بيا منطقة البرقة اسمها؟ برقة. نعم. يلا هيك احكي لي أنت بعد، أنا ما لي علاقة غير أنت بالمنطقة تعرف. طلعنا للزيارة ورا ما زرنا ورجعنا. ناب رجعت أخذتها على طريق مقطوع. إيه. على الفرات. إيه. قتلتها استاذ. إيه. خنق. إيه. وذبيتها من السيارة. إيه. وحرقتها وناب رجعت شمرتها بالشط. لا هذا الكلام مو هالشكل، احنا كشف دلاله هسه طالعين وياك، احكي لنا من اول ما اجيت شلون هسه السيد اللواء راح يبدا ياكل. احكي لنا التفاصيل، شلون رحتوا للزياره، شلون اجيتوا، شلون رحت للبيت، بعدين هاي التفاصيل احكيها، شلون ما حكيت لنا هذا، احنا كشف دلاله نريد نشوف واقع الحال شلون صار شغله القتل. نعم استاذ. خذت التفاصيل. رحنا للزياره، زرنا وكملنا ورجعنا. ايه. رجعنا للبيت، وورا ما رجعنا البيت شوية ورجعنا طلعنا قلت لهم راح أروح أجيب علاج وأروح للزيارة أجيب غراضك ونسيناهم بالزيارة.
رجعنا طلعنا على طريق مقطوع بالبرقة، خذيتها هناك كتلتها استاذ. نعم. وورا ما كتلتها نزلتها من السيارة. وين وين المكان هنا انت وين؟ هناك قريب على الشط. قريب على الشط هنا يعني هذه الاكياس الموجودة؟ نعم. زميل المخرج خلي نشوف المكان. جيبوه. خليه. المكان اللي وين؟ ويا مكان بالضبط. ناقصته. خلي بس يأشر عليه ويرجع مكانه. هنا هنا نعم. هو المكان؟ نعم استاذ. هذا هو المكان؟ نعم استاذ. ارجع. خليه. اي خليه يرجع بهالشكل هذا. ارجع ارجع لا مضبوط. يمك على الخط. اي. اي احكي لنا. استاذ ورا ما كتلتها؟ حرقتها وذبيتها بالشط استاذ. شلون حرقتها شلون؟ احكيها. نار اكو تكرم انقاذ و ذبيت عليها وذبيت شويه بنزين واحترقت. يعني خليت عليها بنزين وجبت وحرقتها وخليت عليها بعض الانقاذ مو؟ نعم استاذ. ورق وما اعرف شنو. كمل كمل. بعدين استاذ نقلتها للشط ذبيتها. انت ليش هسه تقول انه اكو حبل، الحبل كان موجود بسيارتك؟ نعم استاذ. إيه خنقي قبل شويه. اي نعم استاذ. احكينا شلون طريقته؟ وين كانت قاعده بسيارتك مكانها؟ بالصدر استاذ. اي ما احنا ما نعرف استاذ، مش هذا كل شيء ما اعرفه. طقيتها استاذ بالصدر ورجعت من ورا فتحت الباب لورا شديت الحبل على رقبتها. نعم استاذ. زين من نزلت انت من هي قاعده بالصدر ايش قلت لها؟ ايش راح اسوي؟ راح اشوف التاير استاذ. ها؟ راح اشوف التايرات. شوف التاير مال السياره؟ نعم استاذ. وبالحقيقه شنو؟ وبالحقيقه شنو؟ شفت التاير انت لو ايش سويت؟ لا استاذ. زين انت من رجعت لابنك وامه انت حاركه وانت قاتلها صح؟ ما باوع لك وقال لك انه ايش قد هو سنه ونص ما يحكي ما يعرف لا حول ولا قوه، مو ما 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 توهمت انت ما تصورت انه هذا يحكي لك ويقول لك امه وين؟ ورجعت صح لو خطا؟ صحيح استاذ. ما بوعت له؟ ما تذكرت في موقف انت تحرق ام هذا الطفل؟ عنك يا زوجتك يا ام هذا صح لو؟ بعد هذه التمثيليه اللي شفتوها مشاهدينا الكرام، عرضوا لنا لو سمحتوا الصوره لحظه الافراج عن الشاب العراقي من محافظه بابل البريء. هذا هو الشاب بالزي الاخضر الداكن اعتقد او الاسود بجانب السياره، تم الافراج عنه. بالنسبه للقوات الحكوميه وهذا اللي لابس قاط وقاعد يساله ويحاول تانيب ضمير هذا الشاب العراقي البريء ويقول له لما رجعت البيت شلون شفت ابنك وابنك ما خيل لك انه يسالك وين والدتي وكذا، احنا نطرح سؤال لهؤلاء الذين قاموا بهذه التمثيليه وقاموا بتشويه سمعه وصوره هذا الشاب العراقي وقاموا بإجباره على الاعتراف على تهم لا ذنب له بها. وين ضميركم أنتم لما جايبين هذا الشاب العراقي ويتهم بهذه الاتهامات التي لا صلة له بها ويعذب ويخوف ويجبر على الاعتراف على تهم لم يرتكبها؟ الامرأة على قيد الحياة وقام الأمن الوطني جهة حكومية بالعثور عليها. مشاهدينا الكرام، نطرح اليوم تساؤلات عن طريقة عمل المؤسسة القضائية في العراق. كم بريء عراقي، شاب، رجل، امرأة، قاصر، حتى أطفال دخلوا إلى السجون والمعتقلات واعترفوا على تهم لم يرتكبوها بسبب الإكراه، بسبب التعذيب الموجود في السجون، بسبب عدم اعتراف كثير من القضاة في العراق بموضوع تلقي المتهم للتعذيب من أجل أن يعترف على تهم لم يرتكبها. دعونا نذكر لحضراتكم بعضا من التصريحات والتقارير الدولية التي تؤكد هذا الكلام. طبعا منظمة Human Rights Watch قالت في وقت سابق إن القضاة في العراق عادة لا يحققون في مزاعم ذات مصداقية بتعذيب قوات الأمن لمشتبه فيهم في القضايا العامة ومن ضمنها طبعا قضايا الإرهاب، وكثيرا ما يتجاهل القضاة أيضا مزاعم التعذيب ويدينون متهمين استنادا إلى اعترافات يزعم المتهمون أنها انتزعت منهم بالإكراه. كم من عراقي يقبع لا يزال في السجون والمعتقلات وحكم عليه بأحكام إعدام أو مؤبد أو غيرها من هذه الأحكام الظالمة بسبب الاعتماد على وشاية، بسبب تهم كيدية، بسبب دوافع طائفية، ربما بسبب أحقاد يحملها من ادعى عليه أو ربما ضابط أو من يستغلون المناصب وغيرها؟ كم من عراقي بريء لا يزال يلاقي التعذيب والتعذيب الجسدي والنفسي والحرمان داخل هذه السجون التي لا تمت للحياة بصلة، ليس فيها أي مقومات الإنسانية والتعامل الإنساني مع المتهمين، ويواجهون التنكير ويواجهون الابتزاز ويواجهون شتى أنواع الانتهاكات
على جرائم لم يرتكبوها، بل حتى على أمور لم يرها في حياته أصلا. هذا الشاب العراقي يعني اليوم أهين بطريقة بشعة وتعرض إلى تعذيب أكيد من أجل أن يعترف على هذه التهم. في الدستور الحالي الذي يتشدق به من يحكمون العراق اليوم، في المادة 37 من الدستور الحالي تقول: جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية لا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقا للقانون. في المادة 37 ينص القانون إذا كانوا فعلا يحترمون دستورهم الذي وضعوه بأيديهم، أن هذه المادة تنص على أنه لا يعتد بأي اعتراف انتزع بالإكراه بالتعذيب بضغط نفسي بالتهديد، وللمتضرر حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفق القانون. هل يعترفون هؤلاء بقانون أصلا؟ معنا اتصال. السيد أبو فاطمة من النجف، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو فاطمة. أخي الكريم، بالنسبة لهذا هذه القضية، يعني هذه ليست المرة الأولى، يعني هنالك آلاف من الحوادث التي تم وما زال يتم يعني أخذ الاعترافات بالإكراه وبالتعذيب وبتهديد الشخص أيضا بالاغتصاب وغيرها، يعني نعم. وإحنا نريد أن يعني الشيء الذي لا نفهمه، لماذا التعذيب؟ يعني هل هنالك أوامر من جهات لا نعرف، هل هناك أوامر من إيران يعني إرهاب الناس؟ إحنا يعني هذا الأمر لم يكن معروفا في العراق. يعني كم من الشباب تم قتلهم بدم بارد، يعني لا ندري من هؤلاء الذين يعذبون، هل هم البشر؟ يعني هنالك شيء يسمى من استخدام القوة، لكن أخي يعني تشوفه بصلوخ ظهره، عيونه مقلة يعني مقلوعة، يعني ما أدري هل وحوش هؤلاء؟ لا ندري. سبحان الله، وانت حضرتك يعني تفضلت بانه هنالك دستور ديمقراطي وحريه، وكانما احنا في النمسا ولا في سويسرا. يعني الشيء لا يشبه شيء، هم في دستورهم في الشرق وما يطبقونه في الغرب، يعني امر في العراق سبحان الله كاننا في العصور الوسطى. بصراحه العصور الوسطى يمكن كانت الرحمه اكثر من هؤلاء. ألا تؤكد هذه الحالة أن هناك الكثير من الأبرياء الذين يقبعون في سجون السلطة وميليشياتها، وحالتهم مثل حالة هذا الشاب العراقي، اعترافات بالإكراه، هذه ألا تعتبر رسالة للعالم أن ما يحكم به القضاء في العراق مشكوك بمصداقيته؟ نعم أخي، 100% 100% أكيد مشكوك، لكن إحنا نستغرب أيضا من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي والجامعة الدول العربية والإسلامية وغيرها. يعني قبل ايضا قبل يومين تم نشر فيديو في التاجي، النساء نايمه يعني ياتون لزياره ابنائهم، نعم. النايمين في البرد من الليل الى ثاني يوم حتى يشوف ابني. يعني اخي يعني لا غيره، لا 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 انسانيه، لا دين، لا يعني ناس ما تستحي، ناس ما تخاف، لا لا دين ولا اخلاق ولا اي شيء. نحن نريد تحقيق دولي في هذا. اذا 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 الدول العربيه او الاسلاميه ما تقدر تسوي شيء، خلتاتي الدول التي وضعت حقوق الإنسان. يعني ما صار، يعني إلى متى في العراق؟ هاي صار راح يصير 20 سنة. يعني شنو العراق يعني خارج الكرة الأرضية؟ نعم. سيد أبو فاطمة، أنا أشكر حضرتك من النجف، ويانا السيد كيان من بغداد، تفضل يا كيان. أستاذ محمد، مساك الله بالخير. مساء النور، حياك الله. أستاذ محمد، راح أنا تعال. نعم. اسمح لي، بالنسبة للقضاء أنا بدي أجاوبك على شقين، على الشيخ وعلى القضاء، أنا نبدي لك بالقضاء. بالنسبة للقضاء أستاذ محمد، نعم، القضاء عبارة عن أوراق، يعني تجي أوراق قبالة القاضي كاملة. طيب. القاضي ما حاضر تحقيق، تمام؟ طيب. هنوضح صورة على مود ما نظلم، أكو ناس يعني تشتغل صحيح، 20% يشتغلون صحيح من القضاء أستاذ محمد، أنا ملامس لهواي قضاء. طيب، بس حتى أستوقفك بهذه النقطة، منظمة هيومن رايتس، بس اسمح لي حتى تكون حضرتك أيضا واصلتك الصورة واضحة،
منظمة Human Rights Watch قالت بأنها قامت بالنظر ب30 قضية حدثت جرائم جنائية وإرهاب في عامي 2008 و2009، حضرت المنظمة 20 قضية منهم. أكدت المنظمة أن جزء من هذه القضايا تم حسمها بناء على اعترافات انتزعت بالتعذيب، ولم ينظر القاضي إلى مطالبات المجني عليه أو المتهم بالنظر إلى التعذيب الذي حصل له، في حين قالت بأن هناك قضاة نعم نظروا إلى قضايا التعذيب وإلى شكوى المتهم أنه تعرض للتعذيب وعادوا المحاكمة، لكن كثير من هؤلاء القضاة لم يأبهوا لقضية إعادة المحاكمة حتى بعد علمه بأن هناك تعذيب حصل لهذا المتهم. هذا بحسب تقرير لهيومان رايتس ووتش. يعني حضرتك أكيد فهمت الصورة، أنكوا قضاة حتى توصل أن هذا المتهم عذب ومع هذا لا يهتم ويصدر الحكم. أستاذ محمد تفضل. أنت قناتكم اسمعني، أنا عذاب كلمة ثانية لا جاملك ولا شيء، من محبين القناتكم ومن محبين للكادر إلى درجة ما تتصورها. والله إحنا نتشرف بيك. بس إحنا ما يصير نعمم أستاذ محمد. أكيد. مو قاعد أقول لك أنا أعوذ بالله من كلمة أنا ملامس. نعم. نقول 20% شرفاء قضاة. طيب 20% موجودين أستاذ محمد، البلد ما يخلى من الشرفاء. صحيح وكلامك والتقرير 100% صحيح. انتزع اعترافات من خلال التعذيب والضرب، صحيح موجود هذا. نعم. ما نقول لا. نعم تمام. بس نعم. احنا على مود ما نظلم هاي الناس اللي تشتغل. اكو ناس تشتغل 20% موجودة من القضاء الشرفاء، وهذا امام الله هاي وحدة. طيب انا هذا الشيء اخي اللي يقول لا دولة مثلكم ايها العراقيون. نعم هذا الشيخ حكاها همام حمودي نائب رئيس البرلمان السابق. اسمعنا هذا همام حمودي حكاها، طبعا هو لابس عمامة مع احترامات العمامة رسول الله، بس جوا العمامة شياطين. احنا ما العمامة احترامها على الرأس، بس جواها شياطين. قال لا دولة مثلكم يا أيها العراقيون. نعم. أنا قلت له صحيح. لا دولة مثلنا لا كهرباء لا ماء لا زراعة. نعم. لا صناعة لا تعليم. نعم. لا اقتصاد. الدجلة والفرات مقبلات على اختفاء، يعني على جفاف. المياه رايحة منتهية. نعم. الأرامل بالشوارع، المطلقات تساوم على شرفها لا تراجع بمعاملة التقاعد أو أي دائرة. الشهداء، الناس. نعم. المعتقلة، هاي النازحين. انت مو شيخ ودين. الدين. أيه. الدين رحمة، الدين. نعم. محبة، الدين إنسانية، الدين أخوة، الدين بناء، الدين عمار، الدين كرم، الدين أخلاق. نعم. هاي النازحين يا شيخ همام حمودي. فاليوم انت طلعت وباشر عزوة تتحاسب أمام الله سبحانه وأمام الرسول الله. نعم. طلعت وكلت يا بدول أهلنا وناسنا خرجوهم لبيوتهم، والمذنب من عندهم الحاسبة. الشعب العراقي يقول لك حاسبة ماكو مشكلة، بس هاي الناس. نعم. هل كلها مذنبة؟ حرام ما يصير. ليش كلها مذنبة؟ هل طلعت حكيت قلت هاي الناس خطية خلنا أدافع عنهم خلنا نشوفهم؟ هاي وحدة. هاي المياه اللي قطعتها إيران، وانت أحد الذيول ما شاء الله، ذيول الكبار لإيران. أي. رحيت اتصال تليفوني كان حليتها يا بفتح الماي، هذا بلدي بلد الرافدين راح تخونه بفتح الماي علينا. هاي وحدة. انت صناعتك مدمرة، نستورد حتى الجداحة. بس حتى سيد كيان، حتى لا نتوسع بالفكرة، أنا أعرف أنه حضرتك لديك الكثير من ما تريد أن تقوله، لكن اليوم موضوعنا حتى نخصص الكلام، الموضوع مثل ما حضرتك شفت في بداية الحلقة هذا المقطع اللي عرضناه للشاب العراقي اللي اعترف بتهمة لم يرتكبها، بجريمة لم يقم بها، وبعد ذلك تم الإفراج عنه، تم التشهير به، تم تعريضه لتعذيب، تم تخويفه من أجل الاعتراف، ويتكلمون يا بضمير. هل هؤلاء لديهم ضمير ليتحدثوا به إلى أناس يعترفون بسبب تعذيبهم، يعترفون بسبب إكراههم وابتزازهم، ومثل ما تفضلت يهددوهم بجلب نسائهم وبناتهم من أجل أن يعترفوا؟ يعني ذولا عندهم ضمير لما يتكلمون ويا ناس جبروهم على الاعتراف؟ أستاذ محمد أنا من وقت مو تقطع مكالمة. لا تفضل. إيه اسمعني، هذا اللي قاعد يحكي هذا المتهم أبو قاطر أسود مقدم برنامج، الكل تعرفه، ما أقدر أذكر القناة، الكل تعرفه. هذا أبو قاطر أسود مقدم برنامج، الرجال دارس قانون بس هو مقدم برنامج ما له علاقة، طول قضية وده يقدم برنامج، يريد يقدم حلقة ناجحة.
هاي وحدة على حساب الناس. هاي وحدة. هذا الشخص قدام القضاء مفتوح يطالب التعويض، يطالب التعويض، يروح يرفع عليهم دعوة، ذول كلهم يرفع عليهم دعوة. ترى شوف هالتبع عليه. نعم. حتى يروح يسجل دعوة وإلى كل اللي حقوق غصبا عليه يرضى ولا ما يرضى، يروح يرفع دعوة ولا ما إجى حقه أمام الإعلام، السلطة الرابعة أمام الإعلام، يطلع بالإعلام يقول يا با أنا رجال انضريت وشهر بي وتعذبت وانظلمت وطالب بحقي. سيد كيان، سيد كيان، سؤال سريع لو سمحت، اليوم اللي طلعوا بالعراق يطالبون بحقهم شنو كانت النتيجة ومصيرهم شنو كان؟ أستاذ محمد أنا لا يرد، اسمعني يرد، أنت لا ترجع للعراق. نعم. يرد السؤال لا ترجع للعراق، العراق مدمر. نعم. مدمر. خوش حكي، بس هذا الشخص ما قدامه غير هاي الوسيلة، وخلنا أقول لك فش القانون ما يخلى من الأخطاء من كل دول العالم، ما يخلى من أي خطأ دول العالم. هذا الشخص انظلم أمامه. طيب. قضاء يروح يقدم قضية يطالب تعويض بيها. تمام. سيد كيان أنا أشكر حضرتك، كنت معنا من بغداد، شكرا لك للمشاركة. أنت تفضلت وقلت في كلامك أنه 20% من القضاء، وهذا تقديرك الشخصي طبعا، حقيقة لا أحد يعلم كم نسبة الشرفاء في المؤسسة القضائية، خاصة وأن الأمم المتحدة في تقرير سابق لها قالت بأن القضاء في العراق فاسد وفاشل، والقضاة مرتشون ويتعرضون إلى الضغوطات. وهادي العامري الذي خرج في وسائل الإعلام والذي قال ابن أمة اللي ما يتهدد من القضاة، فهذا أكبر تأكيد على أنه حتى لأن كان هناك شرفاء في الدولة، السلطة والسلاح وقوة المال تؤثر على هذه القرارات. اليوم إذا هذا المواطن العراقي يريد يشتكي، حيشتكي على منه؟ حيشتكي على الأمن، حيشتكي على الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية، حيشتكي على محققين تابعين للدولة، وكلهم أو أغلبهم ينتمون إلى أحزاب ولديهم ارتباطات، وهذه الارتباطات حصانة تقيهم من المحاسبة القانونية. وبالتالي هذا المواطن البسيط الضعيف اللي لما طلع يتظاهر وجد الأسلحة ووجد إطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع والهراوات والقناصة وغيرها، هل هناك دولة ستسمع لهذا المواطن البسيط اللي يطالب بحقه؟ كان أنصفوه في السابق وأعطوه ما طالب به في التظاهرات وغيرها من هذه الفعاليات أو المناسبات التي خرج المواطن يطالب. معنا اتصال. السيدة أم أحمد من الموصل، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخوي ظاهر قناتكم الشريفة. الله يسلمك. اللي تنقل معاناة الأمهات، خاصة بالذات الأمهات التعبانات. حياك. بالنسبة للمساجين اللي تحكي عليهم أخويا. نعم. والاعتراف بالإكراه. ابني واحد من هذولا من الآلاف اللي معتقلين. شنو قضيته؟ والله ابني حكموه 15 سنة ظلم بسبب المخبر السري. نعم. ومن الإكراه والتعذيب بديارة سجن قيارة. نعم. والتوقيف دمرونه من التعذيب وعلقونه بالإكرين، يعني تصور. نعم. تعذيبهم ويعني أجبرونه وبصمونه على سيارته، أخذوها على مود يبوقون السيارة مالته من القتل والخوف، اعترف. نعم. على نفسه هو بريء والله، يداوم بالصحة صاحب ولدين. نعم. يعني حتى المدير مال السجن أخذ الهوية مال الأصلي مع السيارة. نعم. رجع خبرني اسمه عقيد أكرم، رجع خبرني قال لي أريد العراقية مال ابنك الأصلي. أنت لما أخذت ابني الجنسية العراقية أشلك بيها. أي. والهوية عندك هي، على مود يبيعون السيارة ويبصمونه على أشياء ما يعرف بيع وشراء بيناتهم بالسيارة. نعم نعم. وظلمون وظلم، وبعدين آخر شيء هالسعوة بالناصرية، ولا يعني لا أقل لك على سجن الناصرية والمعاناة اللي من نروح أشوفينا، والله ناي سنتين ونص ما شعتونه وما جيت. سيدة أم أحمد، قبل السنتين ونص في آخر مرة التقيت بي، شلون كان حاله؟ والله كان يعني أشحى، يعني وشاب أخذونه صار شايب من شعتونه، يعني مدمر. نعم. تعرف أنت يعني الظروف بسبب المخبر السري. صحيح. يعني ضاع مستقبله وعائلته. نعم. شبابه ووظيفته وولاده بجهة، زوجته بجهة. نعم. وأني أمه التعبانة أروح له وكعمري 60 سنة للناصرية، رحت قبل
10 ايام اسبوعين ما فوتوني. نعم. عندي قد ظليت اتصل انا حرة كبيره ومريضه وهي سنتين ونص ما جاني اي رساله من ابني. وابني موجود دقوا حاسبه بس اشوفه لو 10 دقائق للبطحه وقال ترجعون ماكو الا تجيكم رساله على الموبايل. واحنا هذا ضيمنا من الموصل تاكسيات السيارات. نعم. والله نايمين بالشو نايمين بالشارع على صغار احنا النساء والاطفال والله لو تشع يعني بعد ازيد من التاجي. نعم. بال 500 حرمه احنا نايمين بالشارع بالتراب بالبطحه بس احنا والسيطره شارع تشول. واخر مره من رحنا عليهم قبل سنتين تعرف ايش يقولوا لنا من طلعنا بالليل؟ اي يقولوا لنا اركضوا اطلعوا لا نسيب تكرم حتى السامع لا نسيب الكلاب عليكم. ليش؟ ليش هذا التعامل؟ اطلعوا اركضوا هذا تعاملهم هذا تعاملهم معانا مع الامهات اللي بقى ولادنا شلون جوا. صحيح. والله هالمره النسوان طلعوا يبكون من زاره ولادهم اول وجبه انتظرناهم. نعم. نشوف شنو اخبار الولاد طلعوا يبكون. نعم. اللي ابنه دي قنقري واللي ابنه دي سكري واللي ابنه ميت من الجوع ينقعون الخبز وياكلوه يبسوه يقبلون. نعم. المسؤولين ولادهم ياكلون هيجي يتعشون اندومي مصرف. نعم. ما عندهم يعني هالمره هالزياره كنهلكوا خليفوا حقوق الانسان يشوفوهم. يشوفون حالتهم. نعم. يشوفون اوضاعهم يعني ما يصير هيك والله تعبنا احنا تعبنا ويعني متنا والله ما يشوف ولادنا دموت وما يشوف ولادنا سيده والله مظلومين ما عندهم. نعم. شيء سيده ام احمد انا اشكر حضرتك ونتمنى صوتك يوصل لمن ناشدتيهم من منظمات حقوق الإنسان الجهات الدولية لأنه بالعراق الموضوع ما يؤس منه حقيقة. نسمع رأي السيد علي من الموصل. تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ. حياك الله. أستاذ برنامج صوتكم والله أحب أشارك يعني إن شاء الله. كل الهلا حياك. أي أستاذ. تفضل. أستاذ العزيز أنا عندي أخ مسجون. نعم. الأخ أخوي اللي انسجن طببوا واحد من أخوتي شاهد متهم. نعم. شاهد متهم بريء يعني ما عنده كل شيء طببوه بدعوة بريء تلفيق دعوة. طيب. طبعا سألوا المختارية وسألوا المنطقة عليه ما عنده شيء. زين المفروض هذا في قانون مو المفروض يطلع؟ ليش ما طلع؟ ما طلعوا إلا شاهد متهم على أخوي الثاني. يعني أخوك الأول يصير شاهد على أخوك الثاني؟ إيه يصير شاهد على أخوي الثاني. نعم. أخذوه طبعاً هسه أنا أوضح لك اللعبة شلون يعني تصير من قبل القضاة. نعم. إيه من قبل القضاة. فضل. القضاة إيش يسوون بداخل الموصل؟ اشرح لي. وطبعاً القضاة يشتغلون المصالح أحزابهم. نعم. مو لصالح العراق ولا لصالح الشعب. نعم. يشتغلون لصالح الحزب. عاداني ما أعرف أنا أناشد الخيرين أناشد الكاظمي أناشد قبل أتناشد علي سيد علي بس أريدك تحكي لي أناشد القضاء أريدك تحكي لي موضوع تعامل القضاء أو القضاة مع هذه الحالات ومع المتهمين يا ريت باختصار بس بشكل واضح أنا أحكي لك إياها وأوضح لك إياها. تفضل. طبعا من صار شاهد متهم. أي. إحنا ما نعرف شنو السالفة إحنا قاعدين بالبيت. بعد بسنة وثمان أشهر هو خايف بالسجن. نعم. بعد ما طلع من السجن صدرت مذكرة إلقاء القبض من القاضي. طيب. المذكرة من صدرت طبعا شيء أكيد راح اعتقل وراح للمركز. نعم. أو المكان التحقيق حقق مع الضابط المختص قضيته. بعد ما حقق قضيته طبعا هو الضابط المختص احنا ما نقول كذا أو فرد شيء إنه هو حقق بشيء رسمي. طيب. ثبتت براءته يم الضابط. نعم. فالضابط طلب كتاب مسح ميداني عن طريق المركز. نعم. طلب كتاب مسح ميداني عن طريق المركز شهود ومختار. بالإضافة إلى كتبة نظيفة كتب الأمن الوطني والاستخبارات نظيفة. طيب. فاثنين وصلنا الضابط ودون إفادته بعد التكسير وبعد الضرب. وين وصلنا؟ وصلنا للقاضي. طيب. وصلت القاضي ما يقبل حضرة جناب وبهاي الأدلة اللي جاب ليها الضابط. ليش؟ ما يقبل. شو يريد العدل؟ لأنه الشخص المخبر السري عنده علاقة مع هذا القاضي.
ويدفعون الرشاوى بياناتهم. شنو 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 الاستفاده العائده على هذا القاضي او الوساطه؟ سيد علي، شنو الاستفاده اللي عائده على هذا القاضي انه متعاون مع مخبر سري في سبيل انه ما يقبل انه يحكم بالبراءه؟ والله الاستفاده انا اقول لك لتدمير الشباب وتدمير الشعب ما تنشر يعني. نعم. لانه هو مو من الموصل القاضي، القاضي بالاساس كردي تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني. نعم. وطبعا اللي راح تشي لك به هو حكم اكثر من 3000 دعوه اكثر. طيب. والقاضي اسمه مازن طاهر حمارش. قاضي بمحكمة محكمة التكييف مال دعاوى الإرهاب. نعم. طيب. سيد عادل، سيد عادل أنا أشكر حضرتك وقتك وياك بهذا القدر، شكرا لك للمشاركة، وصلت رسالتك وفكرتك وطرحك لهذا الموضوع طبعا، واللي استمعتوا له إلى حديث السيد علي من الموصل وأم أحمد من الموصل أيضا، هذه أجزاء بسيطة جدا من مسلسل طويل جدا وكبير وخطير في العراق بتعامل القضاة كثير منهم بوشايات من مخبر سري وبدعاوى كيدية وبدوافع طائفية، وأيضا تعاون ما بين قضاة وما بين هذه الجهات الفاسدة المحرضة على توريط أبرياء لا ذنب لهم وعلى الزج بهم بالمعتقلات بتهم كيدية. أبو ياسين من ديالة، تفضل، من بغداد، تفضل يا أبو ياسين. الله يبارك بعمرك إن شاء الله. الله والله يا أخي تعبنا، والله تعبنا، والله تعبنا. نعم. والله العظيم الدين ووسيلهم، الله الدين ووسيلهم، والله العظيم يا ابني هواية صدحك، استعجبت البرنامج وخبرت، الله يعلم أقول وكيل، ما عندهم كل شيء، ونحن الصغير ما نداوم ولا نهار، الله يستاهل، عندهم 20 سنة، ظلم بظلم، والكبيرة من الحكم 15 سنة. طيب. وولادهم ونسوانهم واطفالهم يا اخويا يرحم روح اهلك. سيده ام فتحي من الموصل، نعم، يعني انا حقيقه هسه هذا الكلام مثل ما سمعنا الى ام احمد وسيد علي من الموصل، قضاياكم متشابهه الى حد كبير، لكن شنو الرساله اللي توجهيها من خلال الشاشه الى اطلب من الله، اطلب من الله واللي بيد الامر، شوفوا بيد الامر، بيد من الامر. نعم. احنا فقراء ما نعرف كل شيء. اطلب من الله ومنكم ومن يعرف ومن الكاظمين. بالبكي دحق على حالنا وحال الاطفال وحال كل خير بالدول العربيه الاسلاميه امك محمد. نعم. يا ناس تعبنا، يا ناس عم نتدين ونجي، والله بدي نجي، والله ناكل زين لما نستحي. عم نشوفهم خمس دقائق ما ياخذ شيء اكبر اني سنه ما شايفه ويلاتي من صارت كورونا. نعم. يا اخويا الله يرضى عليكم ان شاء الله يا سيدة ام فتحي، الله يبارك بعمركم ان شاء الله، الله يسلمك، مننا من عندك ابويا. شكرا، شكرا جزيلا لك للمشاركه، ان شاء الله باذن الله هذه الرساله تصل. مع يعني موضوع الكاظمي، هو لو كان قادرا على حل مشكله المعتقلين لكان اصدر العفو العام، لكان تحرك بقضيه المعتقلين، وهو صار له من شهر 5 2020 ولغايه اليوم ما حقق أي شيء للعراقيين وكل كلام فارغ. أول ما بدأ التقى بالميليشيات ورحب بهم وزارهم في مقرهم ولبس لباسهم، وهي نفس الميليشيات التي زجت بكثير من أبناء العراق الأبرياء في السجون والمعتقلات. أبو ياسين من بغداد هسه عندنا، من ويانا؟ طيب مشاهدينا الكرام، بعد هذا الحديث وبعد هذه الفضائح التي تخرج وحديث الناس الذين يؤكدون أن أبنائهم أبرياء دخلوا إلى السجون والمعتقلات ظلما وبسبب الوشاية وبسبب التعذيب أجبروا على الاعتراف، ويقولون أنه ما يحدث في السجون والمعتقلات أمور بشعة جدا، وتقول السيدة أم أحمد مثل ما سمعت هددونا المسؤولين عن حماية سجن الناصرية سجن الحوت أنه يطلقون علينا الكلاب البوليسية الكلاب السائبة من أجل أن يعني يجبرونا على ترك المكان، فكيف إذن يتعاملوا مع أبنائنا الموجودين في المعتقلات؟ وزارة العدل بعد كل هذا الكلام تنفي حدوث حالات تعذيب في السجون التابعة لها، وذلك في إطار تعليقها على تقرير للأمم المتحدة الذي تحدث عن حصول حالات صعق وعنف جنسي
في السجون العراقية. المتحدث باسم الوزارة أحمد العيبي يقول بأن السجون التابعة لوزارة العدل تخلو من التعذيب. احنا نريد بس أهالي الناس المعتقلين والذين عانوا من التعذيب والذين واجهوا انتهاكات جسدية ونفسية أن يخرجوا ليردوا على هذا الحديث من وزارة العدل التي تنفي وجود أي تعذيب في سجونها. هل يعقل أن العراق بلد ملائكي في ظل حكومات الاحتلال هذه، وأن سجون العراق عبارة عن فنادق خمس نجوم؟ هل من المعقول أن التقارير الدولية والتحقيقات التي تجري وشهادات ذوي المعتقلين كلها كذب وافتراء على هذه الحكومة؟ معنا اتصال. السيدة أم أمير من بغداد، تفضلي. أهلا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أنا أشدكم أنتم صوت الحق وصوت المظلوم. أخوي والله إجا يومين مجاز بالقهوة قاعد، موتوه كتل عذبوه تعذب بالله تعترف علما على أي جريمة. قالوا لو وقع على هاي الورقة أنت بايق مليار ونص. والله وإحنا ديتنا حتى السقف واقع ما عدنا، وهاي الكتل والتعذيب اعترف يا باش اعترف. شو نسوي اعترف؟ هسه صار الحكم 20 سنة، قضاءات باطلة، حكام باطلة، وين نروح؟ وين ويبتك الدمعة وانتم صوت المظلوم؟ والله صار الجدة تصب بيكم، اريد بس احصل. سيدة ام امير، ابنك شنو السبب اللي اخوك شنو السبب اللي خلى الامن يلقون القبض عليه؟ سيارة مع الواحد تاجر بيها فلوس مليار ونص من التعذيب، من واحد الواحد 10 تامشين. أي؟ من واحد الواحد، واحد يعترف ان الكتل، واحد يعترف على الثاني، واحد اعترف على خالته ميتة، هو اعترف. قالهم بس قلوا لي على شنو انا ما ادري. يعني اخذوهم بشكل عشوائي. اي يا هذا يمشي بالشارع يا هذا يعترف من الكتل، حتى هو قال له لا اعترف بعد على ستة وياك يا ما اقدر، انتم تهنتوني زور. هم اعترف على الناس، جابوا انه مقرم يعني، طببوا للمحكمة شايلينه منا ومن الناس من الكتل من التعذيب. هذا لما دخل على القاضي وهو بهذه الطريقة محمول من الضرب والتعذيب، القاضي ما باوع على هاي الحالة وامر بإعادة التحقيق؟ ام امير، سيدة أم أمير، تقدم اتصاله يا سيدة أم أمير. يعني مشاهدينا الكرام، طبعا ما يحدث في السجون والمعتقلات أمر بشع جدا، وهناك تقارير تؤكد وفاة جديدة داخل سجن الحوت في مدينة الناصرية لمعتقل صادر بحقه حكمين أحدهما إعدام. هذا الكلام قبل يومين. المصادر طبعا أكدت أن معتقل يبلغ من العمر 38 عاما من أهالي محافظة بابل توفي داخل سجن الناصرية المركزي. وبينت المصادر أن المعتقل يعاني من مرض التدرن وتوفي بسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن. طبعا هناك خاصة في سجن الحوت في الناصرية، طبعا هناك حالات وفيات بشكل متسارع بسبب التعذيب والإهمال الصحي، وتنفي وزارة العدل وجود أي تعذيب داخل سجونها. بالنسبة للمقطع اللي عرضناه قبل شوية للشاب العراقي اللي اتهم بقتل زوجته وحرقها ورميها في نهر الفرات من محافظة بابل، كان هناك تفاعل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدينا الكرام، وكانت هناك آراء كثيرة تخص هذا الموضوع وتعليقات. جئنا ببعض منها. تعليق من عقيل يقول: يعني شقد أكو ناس مظلومة بسبب التعذيب وأخذ اعترافات منهم بالقوة. لو دولة صدق كل المجموعة اللي طالعين كشف دلالة وحيلهم للقضاء، ذول اللي شفتوهم بالمقطع. في رسالة أخرى لدينا، أركان يقول: والله ماكو قانون بالمحاكم، كل تعذيب واعترافات بالإكراه. عندنا رسالة أيضا، لحظات فقط نقرأ هذه الرسالة. يقول جمال: الله ينتقم منكم على هذه الكارثة، ضباط فاسدين، كونكوا دولة وطردوا من الخدمة اللي يسوي هيك. وعندنا رسالة أخرى أيضا مشاهدينا الكرام من وليد يقول: يجب محاكمة كل المحققين بالجريمة وتعويض المتهم الذي ثبتت براءته. هذا حديث ناس، لكن من الذي سيطبق هذه المناشدات وهذه المطالبات؟
مطالبات بإحالة هؤلاء إلى المحاكمة، مطالبات بتعويض هذا البريء الشاب العراقي البريء، مطالبات بمعاقبة هؤلاء على الطريقة التي انتزعوا بها الاعتراف الكاذب، يعني من الذي سيحقق هذه المطالبات؟ معنا اتصال السيد أبو حميد من الطارمية، تفضل. أبو حميد نصي صوت التلفزيون لو سمحت. السلام عليكم. عليكم السلام، نصي صوت التلفزيون يا أبو حميد واسمعني من التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ العزيز شلونك؟ حياك الله أبو حميد. وأنا علي أحد المظلومين اللي كنت في السجون العراقية. نعم. اعتقلت في 2009 وطلعت منها في 2015. 9 سنوات. نعم. فبهاي الفترة كلية أني إيداع، يعني مدون أقوالي ويجي المشتكي للقاضي في سبيل آخر الدعوة مالتنا. إحنا ما يقارب 15 واحد في دعوة واحدة ودعوة كيدية. نعم. ايه فاحنا هاي يعني احنا ما يقارب والدي ذب علي 4 دفاتر. في سبيل شنو الاربع دفاتر؟ 4 دفاتر في سبيل خليته يسجن ودعوه كيديه ولا اعتراف عندي ولا كل شيء. نعم. يعني بعد 40,000 دولار طلعت؟ ايه بعد مرور 7 سنوات يلا طلعت. رغم دفع المبالغ الماليه. 4 دفاتر والله العظيم والله على كل كلمة أقول لك فيها. نعم. سيد أبو حميد. يعني هسه أنا يعني وضعي يرثى له في المادي يعني دون صبر ووضعيته تعبت. يعني أنا هسه هاي الأربع دفاتر اللي جابها والد باع البيت السري وركبت عائلتي ولعب بها الطابة. نعم. من السري؟ مخبر السري أم المشتكي السادس؟ نعم. شنو السبب اللي يعني اعتقلوك بسببه واللي دفعهم الى حبسك هذه المده؟ احنا بالطارئ يعني قتل شخص بسبب هذا الشخص طبق قوه كانت ماسكه الارض لواء 22. نعم. اعتقلونا من ثم سلمونا الى الجرائم التابنيه ومن بعد الجرائم التابنيه تم ايداعنا 7 سنوات يعني على ذمه التحقيق. لا اعتراف ولا كل شيء بس منومين علينا وسلب مبالغ. تعذبت؟ اي والله تعذبت لحد ما صار التعذيب عندي وظفوا لي كله وكسروا لي 3 اضلاع. نعم. يعني بعد ان واجهت القاضي يعني ما حكم انه عليهم شلون انه انت واجهت هذا التعذيب انت تعرضت له؟ هو مراته هو القاضي هو شخصيا يحقق وياهم يعني حاضر اثناء التحقيق. إيه اثناء التحقيق هو القاضي يحقق وياهم وشهد على التعذيب القاضي. واحنا نقول له من الكل اللي يعذبونا يقول لهم رجعوهم هذولا يعني عيد التحقيق معاهم. ها نعم. طيب ابو حميد انا اشكرك واعتذر منك طبعا وقت البرنامج شارف على الانتهاء. افل من البصره تفضل يا افل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام محمد شلونك؟ حياك الله. الله يسلمك. سلام محمد، عيني المشكلة مو بس بالقضاء، المشكلة بالضبط التحقيق. اي. بالضبط التحقيق. يعني ضبط التحقيق. هو يقدر يبين القضية ويقدر يوقفها. نعم. ودول طالعين التلفزيون يشوفون انتم دول يعني والله العربنتية محترمات العربنتية احسن منهم. نعم. يعني انا اعرف الشخص هاي خبروني من بغداد عليه لازم يد تاجر مخدرات. باختصار سيد افل يعني الوقت حيخلص باختصار لو سمحت. اي عرضهم 10 دفاتر وسياره لاند كروز يرجون 40 دفتر من عنده في كريده العوم 40 دفتر بالضبط التحليل. هذا باتفاق هم القضاة. نعم. سيد أفل أنا أشكر حضرتك، وصلت الفكرة، أعتذر منك الوقت انتهى. في قراءة سريعة لبعض الرسائل،
أحد المشاركين يقول: السلام عليكم، قصة اعتقال ابن خالي من التعذيب داخل السجن وممارسة أنواع مختلفة من العنف الطائفي، تم الاعتراف أو اعترف على نفسه بأنه قتل الحسين. لا إله إلا الله. أحد المشاركين يقول: أخي أنت يعني أخي شنو يشتكي؟ هذا حال أغلب الناس، 95% من المسجونين بتهم الإرهاب، وكل من أخذ من بزيبز أو الحاسبة أو الرزازة هم أبرياء. رسالة أخرى سريعا نقرأها حتى الوقت يسعفنا. أنا أبو يوسف سجين كنت بكركوك، والله شفت وضع السجن كله ظلم بظلم والله. رسالة أيضا من أحد المشاركين يقول: إيه والله أخويا من التعذيب بقى شهرين مكسر. عندنا رسالة أيضا، رسالة طويلة جدا أعتذر عن قراءتها، لكن باختصار يقول: لدي أخ تم تعذيبه على يد الميليشيات وهو مواليد 1991، لا يوجد أي عدالة في العراق وتم حكمه تحت وطأة التعذيب. بهذا مشاهدينا الكرام وأصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.